في تعليقه على تطورات الاحتجاجات ضد نتنياهو وضعف المشاركة العربية فيها، كتب ياسر أبو عريشي في موقع سحام كوميت العبري أن على حركة الاحتجاج أن تنظر بصورة أوسع للأمور، وعلى المنظمين والمحتجين الانتباه بأن صوت أم الفحم لا يقل أهمية عن صوت هرتلية، مشيرا إلى أن النضال المشترك هو ما سيحقق التغيير الجذري. في سياق متصل، هاجم نتنياهو قناة 12 العبرية في منشور له عبر فيسبوك بسبب تغطية القناة للاحتجاجات، واتهمها بالتغطية المنحازة ضده وبأنها تتجاهل التهديدات التي يتعرض لها وأفراد عائلته بالقتل. وقال نتنياهو أن القناة باتت ذراعا دعائيا وقحا للفوضى اليسارية التي تهدف للإطاحة بالحكومة وبزعيمها، حيث نشر رئيس الحكومة صورة للعشرات فقط من المتظاهرين قبل بدء تجمعهم خلال بدء التغطية المباشرة من القناة للاحتجاج نفسه، واعتبرها بأنها تظهر كذب القناة التي تعلن بأن الآلاف يشاركون في تلك الاحتجاجات السياسية الممولة من جهات يسارية وفق تصريحات رئيس الحكومة. وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نتنياهو قناة 12، حيث قبل عام تقريبا دعا الإسرائيليين لمقاطعتها بسبب بثها لفيلم عن خطف المستوطنين الثلاثة قرب الخليل في صيف 2014، واعتبر أن القناة قدمت في حينه من خلال هذا الفيلم صورة مشوهة لتلك الحادثة، بالإضافة لمهاجمته الدائمة لعدد من المعلقين السياسيين للقناة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة للليكود وفق ما جاء في موقع صحيفة معارف. إلى خبر ثالث في بانوراما أونلاين، ومن أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي الذي أبدى مخاوفه من نتائج مسار الحراك المحتج في البلاد، حيث قال خلال مقابلات إذاعية أجراها مع إذاعة ريشة بيت العبرية بأن هناك مؤشرات تدل على أن استمرار الاحتجاج بهذا الشكل قد يصل إلى حد إراقة الدماء، مشيرا إلى أنه يشعر بطاقة الكراهية المسيطرة على الجو العام في كل البلاد. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه البانوراما، نلتقيكم غدا في عدد جديد، ابقوا على قيد المتابعة، كونوا بخير.